ننتقل لموضوع بهم كتير من الصبايا، بننتقل لعالم الأزياء يا أكيد سمار. أكيد بهم كل الصبايا، وكل الصبايا بتحب تعرف شو موضة 2019، من ألوان تطريز، من كل شيء بخص الفساتين والتياب العادية من اللبسة بشكل يومي. ولنعرف أكثر عن موضة 2019 معنا اليوم رشا جودي، اختصاصية تصميم أزياء. يسعد صباحك يا رشا، وأهلا وسهلا فيكي. الله يسلمك، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. بالبداية خلينا نحكي عنك رشا وبدايتك مع عالم الأزياء. تمام. هلا انا كون دراستي انا بتصميم الازياء، متخرجه تصميم ازياء طبعا على الفوتوشوب وعلى ادوب الستروتر. اشتغلت فتره فيها، كمان كتير شغله حلوه يعني، ومهنه كتير حلوه للصبايا. حلو انه تلبقي لون على لون، او مثلا نعمل شغلات جديده، مثلا شيء مميز. تمام، هاي الامور يعني بالنسبه للموضه للفاشن، يعني انه يكون في شيء مميز والالوان تكون حلوه. اهم شيء يعني انه تكون الصيف دائما الالوان المختلفه بتكون مختلفه وبتكون متناسقه مع بعضها. اكيد الفستان اللي بتختاري حسب لون بشره الصبيه، لون شعرها، بتنصحيها فيه ولا انت مثلا بتمشي مثل ما بتقول لك انه انا بدي هيك الفستان هيك لونه كذا؟ شو هي بصمتك رشا بعالم الازياء؟ يعني بس الوحده تمشي يقولوا هي من عند رشا؟ تمام. هلا اكيد هو راي الشخص الاخر، اكيد رح يكون في احترام لراي الشخص الاخر. تمام. بس احيانا من وجهه نظره يكون ما هو ظابط عليه. تمام. فانا بعطيها مثلا لمساتي، بعطيها مثلا رايي انا بهذا الشيء. ممكن اعمل شيء بسيط يعني، يكون سمبل يعني، انه يعطي شيء احلى مثلا. مهم يمكن تشوفي الصبيه فتره طويله لتعطي يمكن شيء بيشبه شخصيتها، تعملي لها تصميم بيشبه نفسها. يعني قد ايه مهم هي العلاقه بين المصمم والشخص اللي حابب يعمل عندك تصميم؟ ايه تمام. هلا بده يكون اكيد مثل ما تفضلت وحكيت، بده يكون شيء مناسب للون بشرتها. تمام. وطبعا لجسمها اكيد بده يكون الشيء اللي لابسته بده يكون اخذ شقفه من جسمها. تمام. يعني مثل ما بيقولوا. تمام. ايه فبلاقي شيء الانسب اللي لإلها. وانا بعد كمان ما بتعرف شيء بيناسبها، هي يعني ممكن تطلب منك شيء ما بيناسب جسمها او ما بيناسب بشرتها. انا بنصحها. تمام. بس يعني بنهايه كشغل لي انا بحب يكون توب يعني. تمام. انه يكون الشغل كله تمام يعني، بعطيها رايي انا وهي بقى بيرجع الراي لها بالنهايه. بالعالم العربي دائما زاويه الموضه هي للارسام النحيفه للصبايا النحفه، هل في هلا زاويه ثانيه للصبايا اللي عندهم جسم ممتلئ ولا لا؟ انت عم تعملي لهم تصاميم خاصه ولا لهلا انت على النحيف؟ هلا للجسم الممتلئ اكيد ما بده يكون مثلا في مثلا بس تصميمي للجميع يعني. نعم. تصميمي للجميع للجميع الصبيع. يعني بده يكون اكيد للكل يعني، ما راح يعني انه يكون اكيد. تمام. بس رح يكون شيء ناسبه طبعا، انه ما يعطيها شيء صحه زياده يعني. ممكن باللون نلعب بالدور اللون مثلا، ما نختار الفاتح. فاتح بيعطي صحه، الغامق بينحف، بيعطي انه اكثر يعني اضبط على اللي مثل ما قلتي حضرتك انه الصحه بدها لا الوان غامقه اضبط لها. طب خلينا نحكي عن الوان الدارجه هيدا الصيف. هلا هذا الصيف في كثير والله الوان دارجه، عم نشوف الوان كثير هيك يمكن قويه ومختلفه. ايه كثير حلوه. هلا في عندك مثلا الزيت كثير دارج، لون الفوشي دارج، الاصفر دارج، الابيض والاسود دائما، البني والاسود دائما موجود. هذا اساسي موجود، الموضه دائمه. ايه ففي كثير الوان يعني دارجه هي الصيفيه. هلا عم لاقي ب 2019 فساتين بتضوي بالليل، فساتين فيها زجاج، فساتين كمان فيها سيليكون. خلينا نحكي انه هدول بس هن بيكونوا للعرض ولا في صبايا بيطلبوا هذا النوع؟ الشيء المختلف والغريب من فساتين السهره. تمام. هلا هو هي الموضه يعني، هلا بشكل عام اغلب الفساتين هلا هي الحجار الملونه مثلا والشك كثير دارج. حتى يعني دخل موسم يعني، موسم هي موسم السنه حتى بتلاقيها مختلفه. ايه تماما. باي شيء يعني بتلاقي بالتياب رياضه، سواء تياب رياضه او مثلا شيء للطلعه او للسهره. متعودين على الساده فجاه بتلاقي في الوان متناقضه ومتفايته مع بعض. ايه تمام. فكثير شيء يعني انه بيكون ضاوي مثلا يعني، هلا كثير هيك عم يعطي حركه حلوه يعني. حركه يمكن معك شوي من تصاميمك، خلينا نفرجي للمشاهدين بعض التصاميم ونحكي عنها. اي تمام. تعالي لشوف. هلا
هلا هذا احكي لنا عنه، ايه طبعا. قديش اخذ منك وقت وسبب اختيارك للون، ومين الصبيه المناسبه لتلبس؟ الصبيه طويله، الجسم عادي، شو انت بتحبي تخبرينا؟ هلا هاد صاير قطعتين، هو عباره عن تمام قطعتين، هي التنوره بس بالعكس التنوره. تمام خلينا نشوفها. ايه تمام، هاد تصميمي وخياطتي طبعا. تمام تمام. هلا مثل ما قلتي بده صبيه طويله، يعني مو طويله، وسط تمام ونحيفه تكون، ولون بشرتها ولون بشرتها ممكن للحنطيه بتلبق، للسمره بتلبق، ودارج هيدا هذا اللون كثير حلو. كثير دارج، حتى التدرجات ودارج. ايه كثير دارج. ايه حلو. لنعرف شو بصمتك بهي القطعه وقديش اخذت منك وقت. هلا شو المميز فيها برايك؟ هلا انا بالقماش، هلا هذا القماش هو قماش اللامي، دخلته مع مثل تول يعني، فعطى حركه حلوه يعني، وبنفس الوقت هي كثير سمبل. تمام، ما انا انه معجقه او شيء، ممكن مثلا لسهره، ممكن ل بيلتبس يعني باي مناسبه. حلو. طيب وهذا الفستان؟ وتمام. هلا هذا هيك دارج مثل ما شفتي، شك كثير هلا دارج هذا الشك، واللون دارج، واللون دارج، مشتقات الاخضر والزيتي كثير حلو كمان. ايه فانا عم بعطي مثل نموذج يعني، انه هلا مع الموضه تمام، انه ايه كثير حلو. والصبايا الصغار كمان عم يطلبوا الالوان يعني. ايه تمام، بتلاقي في الوان كمان قويه عم تنطلب. ايه وجميله عم نشوفها. ايه حلوه عن جد. ايه ففي كثير هلا بهي الصيفيه عن جد في كثير الوان تنوع يعني اكثر من غيرها. طيب خلينا نحكي عن ابرز خطوط الموضه لعام 2019 برايك رشا، شو هي؟ هلا بالنسبه لابرز خطوط الموضه، هلا مثل ما شفتي اللي عم يستوحوا الالوان من الطبيعه طبعا. كانت هي السنه اغلبها عم تكون من الطبيعه، وكمان مثل ما قلت لك في الحجار عم يدخلوا كثير قصص الشكل الغريبه يعني، عم تكون كثير في شغلات متنوعه يعني وحلوه، وبنفس الوقت عم تكون سيمبل، وبنفس يعني بتعطي حركه كثير حلوه. طيب رشا بالختام نصائح عامه لكل الصبايا والسيدات اللي عم يتابعونا، قديش مهم تختاري لون بيناسب بشرتك وقطعه بتناسب جسدك. تمام. هلا بالنسبه للالوان، هلا في كثير خيارات بالنسبه للالوان، المهم مش شيء انه مثلا يكون كثير اوفر يعني، انه مثلا يكون شيء يعني انه انا بدي البس مثلا شيء كثير يبين انه ضويني، لا انا لو شو قطعه ممكن سمبل يعني تكون مثلا تطلع كثير حلوه وكيوت عليها. حتى الالوان ما بتلبق للكل يعني. ايه تمام. مثلا هنا بيطلع مثلا موضه 2019 هذا اللون كل الصبايا بدهم يلبسوه، في صبيه بيلبق للصبيه الثانيه لا، حسب الوان البشره وحسب طبيعه الجسم يعني ننتبه على هذا الموضوع. تمام، يختاروا مثلا شيء المناسب لهم. هلا مو اي موضه مثلا ممكن تناسب الجميع. تمام تناسب الشخص، فالواحد بيختار الشيء اللي بيناسبه. مثلا انا هذا اللون بيلبق لبشرتي بلبسه بيطلع كثير حلو، ما عم لك ممكن يكون فستان كثير سمبل بس يطلع كثير حلو عليها. تمام، وممكن العكس، فنختار يعني ايه، او ممكن العكس، كل واحد يعني يكون يعني يختار الشيء المناسب لإله يعني عشان يطلع حلو. دائما بلاقي انا الابيض والاسود بيناسبوا كل انواع البشره ولكل الصبايا، وهن دائما بيكونوا موجودين معنا بموضه كل سنه. تمام، الاسود دائما ملك الالوان، لانه هن يعني الالوان تلاقي الاساسيات يعني. الابيض والاسود هن يعني تقريبا باقي الالوان ممكن ومنهم اساسا تتفرع يعني باقي الالوان. رشا بدنا نشكرك على وجودك معنا. تسلمي. وشكرا كثير، بنتمنى لك اكيد التوفيق بجميع خطواتك القادمه. تسلمي يا رب. كل رشا شكرا لك، بتمنى لك النجاح والتالق الدائم. الله يسلمك، شكرا كثير لكم.